وما زلنا نتابع معكم هذه البانوراما، حيث أعلنت إدارة الحوار الوطني التشكيل الكامل لمجلس أمنائه من 19 عضوا، ويعبر التشكيل عن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم مصالح المواطن المصري. وسوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة.